السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بيكم في شرح جديد من شرحات دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كتير مننا، وهو ازاي أغير باسورد الراوتر عندي أو الأكسس بوينت الوايرلس عندي اللي موجود في البيت. ازاي أقدر أخش عليه، ازاي أقدر أغير الباسورد الخاص بي أيا كان نوع الجهاز، أيا كان نوع الجهاز. تمام، طيب ايا كان نوع الجهاز بيعتمد على حاجات لازم نعرفها. اولا حاجتين مهمين جدا، واحد الاي بي الخاص بالراوتر او الاكسس بوينت، وده غالبا بيبقى مكتوب على الكرتونة او على ظهر الجهاز من ورا، بنرجع له تاني، بنرجع له وبنبص عليه، بنلاقيه مثلا 192 واللي يكون الافتراضي خالص يبقى 192 بوينت 192 بوينت 168 بوينت 1.1. تمام، الاي بي اللي احنا شايفينه قدامنا ده من اكتر الاي بيهات اللي بتبقى موجودة على الاكسس بوينت او الراوتر. تمام، في بعض الراوترات بيبقى مثلا او الاكسس بوينت 0.1، في بيبقى حاجات تانية. تمام، في بيتغير يدوي، يعني بيجي لك متبرمج ومتغير الاي بي بتاعه، ولكن ده الافتراضيات بتاعه اللي هو 1.1.1.1، ده اكتر حاجة بتستخدم، او 0.1. تمام، تاني حاجة الباسورد اللي هنخش عليها على الاكسس، في الغالب بيبقى ادمن ادمن، الباسورد بيبقى ادمن فوق، اليوزر نيم ادمن، والباسورد تحت ادمن. تمام، فدول حاجتين لازم يكونوا معاك. لو انت مش عارفهم ممكن تعمل عملية ضبط مصنع للاكسس بوينت، هيرجع تاني الافتراضيات دي وبتخش عليه من اول وجديد وتبرمجه. تمام، احنا موضوعنا النهاردة ازاي نغير الباسورد، ازاي نقدر نغيره ايا كان نوع الراوتر وايرلس او الاكسس بوينت. تمام، وليكن انا عندي هنا الاكسس بوينت عندي 99.1، ده الاي بي اللي انا حاطه يدوي عندي على الاكسس بوينت عندي، وطبعا انا حاطط له باسورد زي ما احنا شايفين، يوزر نيم وباسورد خاصين بيه. تمام، انا هحطهم هنا اهو، والباسورد تحت، ده اليوزر نيم وده الباسورد، وبضغط لوجن. تمام، اخش على الاكسس بوينت عندي اللي شغال وايرلس، طبعا انواع كتيره. هنخش دايما على حاجه معينه احنا عاوزينها، اللي هي هنخش على ايه عندنا. تمام، بكل سهوله دايما قائمه الوايرلس اللي قدامنا دي هي اللي فيها الشغل كله، شايفين قائمه الوايرلس دي اللي فيها الشغل كله. تمام، بنسمي هنا الافتراض بقى، بتسمي الوايرلس عندك ايه، بالباسورد بتاعه ايه، الماك بتاعه ايه، الكلام ده كله. طيب الوايرلس سكيورتي، شايفين وايرلس سكيورتي، بندور على الكلمه دي دايما عشان نغير الباسورد لاي راوتر او اكس بوينت. خش قائمه الوايرلس وكلمه وايرلس سكيورتي، دور على كلمه سكيورتي. تمام، وهنلاقي الافتراضي دايما زي ما احنا شايفين كده، الاختيارات دي بنختار دايما اخر حاجه اللي هي UBA UBA2 UBA3. تمام، بنسيب الافتراضيات دي على ما هي، وبنحط الباسورد بتاعنا وبنعمل سيف. يبقى دايما ندور على كلمة وايرلس و وايرلس سكيورتي. تمام، وبنلاقي الاوثنتيكيشن دي. تمام، وبنختار دايما ال UBA UBA2 UBA3 مثلا، دي اقواهم، وبنحط حاجات من 8 ارقام او 8 حروف، على الاقل 8، سواء 8 ارقام او 8، ونعمل سيف، مش اكتر من كده. اي اكسس او اي راوتر بندور على الحاجات دي، كلمه سكيورتي وايرلس سكيورتي دايما فيها. تمام، ده نوع من الانواع موجود، كل سهوله نقدر نغيره. ولو في استفسار او عندك نوع معين ممكن تسيب ان شاء الله النوع الاكسس بوينت بتاعك، ونقدر ان شاء الله نجيب لك الباسورد واليوزر نيم الافتراضي بتاعه والاي بي الافتراضي بتاعه زي ما احنا قلنا. ولو في اي استفسار انا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.